ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا كتير. النهارده هنتكلم معاكم عن روايه من اجمل روايات الخيال العلمي، وهي روايه The War of the Worlds للكاتب هربرت وولف، اللي بيعادل الاب الروحي لادب الخيال العلمي. نشرت الروايه اول مره عام 1898، ورغم مرور اكتر من قرن كامل عليها الا ان هي ما زالت محتفظه بنجاحها، وده بسبب الحبكه والاسلوب المميز للكاتب. جاءت فكره الروايه بعد ما اعلن العلماء عام 1898 ان كوكب المريخ قريب جدا من كوكب الارض، الامر اللي اثار موجه من الابحاث والدراسات لاكتشاف كوكب المريخ. وروايتنا النهارده بتتكلم عن مجموعه من الفضائيين اللي بيهاجموا كوكب الارض، وهدفهم هو السيطره على لندن. بيوصف لنا الكاتب ان هم مجموعه من غير وجه ولا جسد، ولكنهم كائنات ضخمه بتستخدم اسلحه فتاكه وشعاعيه. بس يا ترى ايه رد الناس على الهجوم ده، وازاي كمان ان هم قدروا يهزموهم، وليه الكاتب اختار كوكب المريخ؟ ده اللي انتوا هتعرفوه لما تقراوا الروايه ان شاء الله. بالمناسبه الروايه دي حصلت على جائزه العضو الوطني العام في 2011، ودي جائزه بتتم عن طريق تصويت الجمهور، وتحولت كمان لفيلم عام 2005، وحصل على المركز الرابع في الافلام الاكثر نجاحا في العالم. متاكده ان هي هتعجبكم، واتمنى لكم وقت قراءه ممتع. شكرا لكم، شوفوا فيديو جديد.